يسلم. اوكي اوكي تعمعي طالما هيك. برافو جميلة، خليكي عم تعملي هيك. امي شو صار؟ كيف انحرق المشغل؟ ما بعرف، بجوز تكون شرارة كهرباء هي اللي عملت هيك. ها اجا غسان. امي شو صاير هون؟ كان في حريق بالمشغل. ما فهمت من شو صار الحريق؟ انت كنت جوا صار لك شيء؟ ما فيني شيء، منيحة، لا تخاف علي. هيك بلحظة لقيت الدنيا عم تحترق من حولي. ألف الحمد لله. وقف قلبي من الرعبة، كان حاسسني قلبي بده يصير شيء هون. أكيد ورا القصة أكرم تعطي أغلو مو هيك؟ يلا على بيتك. يعني بابا اللي عمل هيك؟ ها؟ أمي اهدى شوي غسان، الحمد لله المهم مرقت على خير وما فينا شيء. هو اللي عملها ما هيك؟ بدي شوفه. غسان شو عم بحكي معك؟ غسان غسان ابني، غسان 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 ارجع غسان. إذا ما راح واجه أبوه وش لوش ما راح يرتاح، وبعدين حتى لو بده يضرب وينضرب خليه فش خلقه. تعي خلينا نروح، لا تخافي عليه، هلا بيرجع مروق وهديان كمان. أنا بعرف، بس أنت خليكي هادية لأنه ما رح تغيري موقفه. بعده هيك بدي اشوف ابي. استنى شوي لنعطيه خبر اذا بتريد. غسان بيك برا وبده يشوفك يا بيك. الظاهر النار اللي شعلت خلته يرجع لحاله. خلوه يفوت. اليوم رايح، إذا بتقرب علي أو على أي حدا بحبه يا ويلك مني، فهمت؟ وحياة الله بقيت لك عم تفهم يا جبان، عم تفهم؟ أنا ما عاد أتحملك ولا بدي أشوفك، هل عني ما عاد تتدخل في حياتي؟ تركني بحالي وانتهي بحالك أحسن ما قتلك، بعد عني! وقفوا. انت عم تتمادى علي انا؟ ولك مالك عرفان اني ابوك وفيني كسر راسك هلا؟ شوفوا، لا مو انا اللي بنلعب معي، لهيك من اليوم ورايح ما راح ارحمك، وهي غلطه صغيره بتغلطها معي بعدين والله بقضي عليك، لانه ما راح اعتبرك الا ولد من الشارع. حقك فرانك، فهمت؟ هي اخر مره بحسرك، لانه بعدها عن جد ما راح ارحمك. حط هالكلام حلا بينك، زتوله برا.
لك انت شو قصدك؟ انا ما عم بفهم عليك ولا شو بدك علي. المشغل عم يحترق وانت ركضت لهونيك فورا وكله كرمال الست جميلة، بس لا فيني ولا بمصطفى بتفكر شو ممكن يصير فينا؟ اذا انت صار لك شي من ورا جميلة نحن وين منروح بحالنا؟ ولا شو بده يصير فينا؟ انت قتلت زلمة علي وفتت الحبس ليش؟ مشان جميلة، لانك بتغار عليها وما عم تنساها، بس ما فكرت لا فيني ولا بالولد يلي ببطني ما؟ وهلا كمان تركتنا ورحت عملت نفس الشي مشانها. اف لاما، انت واحد غبي غبي. يا عمري انتي، منيح اللي علي انتبه وطالعك من هنيك. الله ستر، الله ياخده. هذا الزلمة حقير كتير، الله ينتقم منه على هالعملة. يقصف عمره. أنا مفتاح. هاتي شوفي. غسان شوفي شو صار لك. غسان غسان شو صار لك؟ تعي بنتي، تعو تعو فوتوا لهون. هاتوا سطحوا هون بسرعة. على مهلكون وعلى راسه. أمي جيبي لنا مي سخنة وخرى بسرعة. غسان فهمني الشباب، غسان شو صار لك؟ رحت لعند ابي وحاولت اوقفه عند حده شوي. ليش لا تروح لعنده؟ ليك شو سوى فيك؟ وانا كمان ما قصرت في ابنه، بس انا كنت لحالي هنيك وهن كاتروا علي. برافو عليك صهري. خلاص انت هاتي هاتي بعد شوي. وقفي شوي هات. تمام تمام. أمي أنا بدي أترك الشغل. شو دخل هي بهي؟ بابا ما رح يتركك بحالك، وأنا ما بدي يصير لك شي من تحت راسي. لا ما حذرت، مو أنت اللي بتقرر هالشي. بس لا بس ولا غيره غسان، شو رح تعمل؟ رح تنكسر قدام أبوك؟ ولا رح تورجي إنك خايف منه؟ طبعا لا أمي. إيه؟ معناتها سكوت ولا بقى تحكي هالحكي؟ مرتاح؟ مرتاح. أمي نحن لازم نروح، صار لي من الصبح تاركة زهرة مع البنت لحالها. شلون بدكم تروحوا غسان بهالحالة؟ اتصلي وطمني عليها، ومجد بيوصلكم بعدين، يلا. وانت ابني نم لك شوي. ليك بكره ارتاح بالبيت ولا تروح على الشغل، بعد بكره إذا لقيت حالك أحسن بتنزل. اتفقنا؟ اتفقنا.